أحدث منتج من شركة نكسلي. تابعني. السلام عليكم، وياكم خالد طراروة. ريفيو جديد بالتعاون مع AAB World وأحدث إضاءة من شركة نكسلي واللي هو فالو تي. شركة نكسلي انتجت هذه الإضاءة ببطارية مدمجة بلت إن 12 ساعة من الاستخدام، يعني ترى شيء خرافي مثل ما يقول لك يعني. وتستخدم التايب سي، راح يوفر لك شحن وايد سريع، تقدر تستخدمها وهي على شحن، حتى لو فاضية البطارية ركب الشحن واستخدم دايركت. مثل ما شايفين حجم المنتج باليد، لا هو كبير ولا هو صغير، يعتبر متوسط الحجم. والأطراف عندك مضلعة، يعني تقدر تحطها بعدة زوايا، إذا بتحطها بالخلف، بتحطها على مكتب، بتحطها شيء، فتقدر تستخدمها بدون ترايبود، بدون ستاند، تقدر تحطها دايركت. فيها مكان من الخلف، تقدر تثبتها على أي ترايبود أو أي ستاند. والتحكم كامل راح يكون من الخلف بزرار بسيطة، مثل عندك الأون والأوف، والتحكم بقوة الإضاءة، يعني بقوتها، ضعفها، تزيدها، أو بشدة اللون أو تغيير اللون، أو تستخدم البرنامج اللي يجي مع الإضاءة نكسلي فالوتي، يعني نفس اسم المنتج، فراح يسهل لك الوصول حق الإفكتات وتغيير اللون ودرجة اللون وتشبع اللون. والحلو بالإضاءة إنها RGB، يعني راح تحصل الألوان اللي ببالك واللي مو ببالك أصلاً. كل الألوان موجودة، تقدر تتحكم بالهيو، بقوة اللون، بتشبع اللون، بدرجة اللون، يعني ألوان وايد راح تحصلها. وجودة مصدر الإضاءة CRI 98%، فحط هالرقم ببالك، كل ما زاد الرقم كل ما جودة الإضاءة ممتازة، ما فيها فلكر، ما فيها أي شيء، فراح تحصل جودة ممتازة. والإفكتات عديدة، منها البرق ومنها إفكت الدورية، وتقدر التحكم بالإفكت نفسه، تقدر تبطئه، تقدر تسرعه. فإذا أنت مصور فيديو راح تستفيد استفادة قصوى مثل ما يقول لك بهالإضاءة. والمميز بهالشركة أم وفرت لك إكسسوارات ويا الإضاءة، منها الجريد، منها قطعتين مغناطيس تقدر تثبتها على أي حديدة، ومنها الترايبود. مثل ما قلت بعض الشركات إن يبيعوا لك المنتج بدون أي إكسسوار، يعني كل إكسسواراته راح تشتريها خارجية. هالمنتج وياك مع نكسلي فالوتي، إكسسوارات عديدة داخل العلبة، وتي وياها علاقة صغيرة، يعني إذا بتحملها حق تصوير الخارجي ولا شيء، تقدر إنك تلبسها بالإيد أو تعلقها على شيارة أو أي مكان، فتقدر تستفيد وايد 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 من هالإضاءة، فأنصحكم فيها وبشدة. وبالختام نشكر عالم AAB World على توفيرهم هذا المنتج للتجربة. كان معاكم أخوكم خالد طراروة، ونشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.